حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، والوصيلة: الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى، ليس بينهما ذكر، والحام: فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يُحمل عليه شيء وسموه الحامي، وقال لي أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري: سمعت سعيدًا قال يخبره بهذا قال: وقال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم